الخير نايمين وفخينها نومة والأجواء برا مو بحقة نوم. شوفوا أجواء مكة يا جماعة الخير، يا سلام، بدون أمطار، بدون فلتر، بدون شاي، أجواء أمطار. سلام سلام. شوف يا أبو معاد، شوف الجبل هناك شلون قايل أخضر، جبال مكة خضرت يا جماعة الخير، شفتوها بسبب أمطار اللي جات السنة، أمطار خير وبركة على هالبلد، بلد الخير والبركة. والله يعني البارحة يا جماعة الخير وأنا في الحرم أحسي والله بإحساس الشعور والفخر إن الله من علينا في هالبلد بوجود الحرمين. إي والله هنيئا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، خدمة ضيوف الله، ضيوف الرحمن. والله شعور وفخر في هالبلد، افتخروا يا جماعة. وقف، خلونا نروح الباص يا ابو معاد، خلونا نروح الباص على السريع، والله مو بيوقف، مو بيوقف. شي رجع اذا باص مو بسيارة صغيرة. يلا يلا ابو احمد، يلا حبيبي، يلا يلا يلا, يلا. اركض اركض يا الشاعر، اركض 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 اركض. تعال تعال بس بيرجع الباص، تعال. لا 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 ابو احمد، على وجهك سترك. شبيك؟ قلت لك مطر صرته. يعني انتم زعلانين ان الباص بيرجع؟ شلون قلت لك الباص بيرجع؟ شو حقك؟ خلينا خلاص يا ابو معاذ.